دم باش کسی حاضر نه مرا دریا کانالا گروپا دیسم دوغان افیدیا د دوا کوم سر روجا شاهی به تایبت بشتغلن ل مجارا ایرو به تایبت ول سر کنگی هونه دس پی بکن تو بوکه او تزابا اون کنگی دس پی بکن حاضریه خوب کن دما مناسب جوارا کون دس پی بکن. مرحبا لكل اللي عم يحضرنا عبر قناة جروب دسم دوغان. هذا هو الفيديو الثاني اللي رح نحكي فيه عن التحضيرات اللي تتعلق بحفل الزواج. سؤال اللي بيخطر عادة ببال أي حدا بده يتزوج إنه إمتى هو الوقت المناسب لبلش بالتحضيرات لحفل الزواج. بهذا الفيديو وكمان بفيديوهات تانية رح نخبركم كيف تتصرفوا خطوة خطوة. تشتی هری گرینگو جوته خواستن تو بوکه اوتزاوا گو روزنامه کو هبه روزنامه هر تشتی و سر بین ویساندن اون بخوازن گو روزا کیف شاهی جبار حاضر به او دما هری مناسب گو امد بین و گروپ دیسم دوغان گلو کنگ یونه دس پی بکن و حاضریا ج سالکی حتا نهمه اف سی مهدنا قبا وادنه گو اون دس پی بکن حاضریه خوب کن ج کیف شاهی اخره. اهم شيء بكل القصة انكم يا عريس ويا عروس يكون في عندكم روزنامة مكتوبة، ورقة مكتوبة قدام عيونكم تنظموا عليها سير هاي التحضيرات. وهون نصيحتنا لكم انكم تبلشوا بالتحضيرات هاي قبل العرس بفترة ما بين السنة لتسع شهور. تشتي كمين جواتي خواستن دواسي مهاده وندس بيبكن لسالة كيف شاهية بقرن قالوا جمارة معزومفانه وجه يكون زار بن ويقل كي باش بيش برقول غور جمارة معزومفانه وني بيزان بن چه سالة مناسبه ويه دما قد صدحة بن بيش كي بچوچك بي وني لسالاك بچوچ بقرن أكيد. أول شي بتتفقوا انتو الاثنين على شكل حجم العرس، كيف بتكون ياها؟ بتكون ياها كبيرة صغيرة؟ وتتفقوا على عدد المعازيم مثلا، لهيك تعملوا بحث عن أكثر من صالة بمنطقتكم أو بالمناطق القريبة منكم وتكونوا قبل محددين العدد التقريبي للمتعوين كرمال تختاروا الصالة المناسبة. عاد دواقو هاي وجهها به وأفاياجي برقرنجة قالوا تشقاس برابور هنا علي أبوري ترغرينج جوارك ومبيزانبن للسر أساسي وابران أزي كارم صالاكي قلوب تشوشك يانجي مصن كارم بقرم. كمان في نقطة كتير مهمة ما لازم ننساها وهي أنكم تختاروا الصالة المناسبة اللي بتناسب إمكاناتكم المادية. بلي بين ببالا خوجي قلو تشروجا مناسبة نبس جوارة جو ميفاني ورجي دماغو بي داويا حفتي كدماغ كيف شاهي لدار كهوة وباشتر بدماغو دروجا اینی دب ام مختار مولود بیشن ام الگوری آلمانی اد بیشن دما گروجا شمی و یک شمی که کیف شاهی لدار که و چهتر به گروجا اینه به وکی دن لبازارندن ام بیشن لکردستان دما کته که و گروجا اینه و شمی ده و چهتر به گروجا یک شمی به اکید. کمان انتبهوا على اليوم المناسب اللي براعي ظروف اغلب المدعوين اللي بتشتغل مثلا أيام العطل. هون عنا بألمانيا بتكون يوم سبت وأحد، ببلدان تانية بتكون يوم جمعة وسبت، لهيك بتحطوا ببالكم أنكم تختاروا اليوم المناسب اللي بتكونوا متأكدين فيه بأنه أغلب المدعوين رح يقدروا يحضروا الحفل فيه. بله او شش مه بری کیف شاهی دما مناسبه جتره بوکی بتایبت کو تدس به بک لکراسی بوکانی بگره او تبنا خینه نبس او جی اکسسوار پرتن او خملاکو پرتی. قبل العرس بست شهور هو الوقت المناسب لك يا عروس لتبلشي تدوري وتختاري فستان زفافك المميز، كمان ما تنسي الاكسسوارات ولواحق الفستان. وتاكلي خوب وين اگر بگرنج برگو دروجا كيف شاهي تشتي حريق جيب مينا فيديونا ووينانا. ما تنسوا تختاروا المصور اللي رح يغطي حفلة العرس، مثل ما بنعرف بأنه هاي الحفلة هي كتير مميزة وبتضل ذكرى مهمة بالنسبة للعريس وللعروس، والشيء الوحيد اللي بضل منها هنن بس الصور والفيديوهات. دا أوشش مهي باري كيف شاهيدة ونكارن دس في بكنكو انتكلية خوب دنك بيجي شاهيرة بدن وبستينن ويانجي ونكارن دي جي كيجو خورة بكرن ونزان. قبل العرس بست شهور فيكم تتفقوا مع الفرقة الموسيقية اللي رح تحيي الحفلة وكمان فيكم تستعينوا بدي جي للحفلة. وند كارن دس بي بكن كارتي خوب نقين ومجبير نكن جو تيب دكارتي دا بين خوندن.
فيكم تبلشوا تختاروا كروت العرس والتصاميم. هلا في كتير اشكال وتصاميم، هذا الشيء بيوقف على ذوقكم واختياركم الشخصي، اما الشيء المهم اللي لازم يكون موجود على بطاقه الدعوه انه يكون مكتوب بشكل واضح ومقروء لحتى ما يضيع فيها المدعو. وندس بيكن ديكوريغول جيرون شناوه لدوراوه وندس بيكن بناقين جوتكليه خوب كسي ديكوريد كاردكن كوجوار حاضر بكن ويانجي اون كارن ببينن قالوا تش ديكور الجمواهنه اون بناقين. كمان فيكم تختاروا الديكور اللي حابين يكون حواليكم او على طاولات المدعوين اذا كان الديكور مو موجود مسبقا. بريغو امبين بداويا فيديو اخو ام تخوازن سباسي بير مزن جي جروب اديسم دوغان جوارا كسيكو لما تماشا كرنت فيديو كمين كومنتار دان لايك دان و جنافا كومنتار ام تخوازن يكي بخوينن يانجي ام سباسيك مزن جي جيندا حسين ري رمانا كتن بيسان ديه امي بيش روجيه لسر كار بكن ودلوفان احمد جي دي تشيروكا دما كيف شاهيه كريك اورغانيزه ببه او جي امي بيش روجيه ملسر باخبن ولسر كار بكن غالك سباس جي حركسي كو لما تماشدكن وبمرنا وبمرا بردوامن. بله هون کسی نه حال کانال گروپ آدیسم دوغان سر یوتیوب تماشات کن هند کارنجی به مرا بشدار بند ما گون کامنتاره که تشتیت بالا و اون بنویسن اون کارن شیر بکن کوب که دوستو حواله و اون کارن لایک بدن اون یاجی سابسکرایب که هر تشتینو کو انداد خن بگی وجی. هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم. لكل حدا عم يتابعنا عبر قناة جروب دسم دوغان، إذا حابين يوصلكم كل جديد فيكن تضغطوا على زر السبسكرايب، فيكن تزوروا صفحتنا على الفيسبوك اللي هي كمان تحت جروب دسم دوغان. انطرونا للفيديو القادم وكونوا بخير. بمين تخشيه ده دم باش.